بيبي قديش هالمراه هذيا نحبها وقديش معاها ذكريات بتاع طفوله رائعه جدا. رحلتنا في رمضان زمان زادت حلات مع ممثلين كبار خلاونا برشا ذكريات ونسونا زمان الابيض والاسود على مسلسلاتهم تلمينا وحقهم بنجموش نوفيوه مهما حكينا وروينا. نحكي لكم اليوم على الممثله زهره فايزه. تولدت زهرة فايزة في 10 نوفمبر 1919، عرفتوها باسم زهرة فايزة لكن اسمها الحقيقي زهرة بوقذين. زهرة فايزة أصيلة مدينة الكاف، تحديدا من السرس، من عائلة كبيرة ياسر، بوها من أعيان البلاد وقتها. هي بنت سيد يوسف بوقذين وما أدراك، بوها كان من أثرياء البلاد وقتها. عام 1925 توفي أبوها ووقتها كان عمرها 6 سنين. الحاجة اللي خلت الوالدة متاحة السيدة خديجة بنت سيدي علي الشريف تهز هي واخواتها العاصمة تحديدا النهج الباشا غادي، ونلتحقت بالراشدية. بداياتها كانت في الغناء وكانوا برشا يقارنوها بالمرحومة صالحة، أما حبها للتمثيل خليها تلتحق باتحاد المسرح، كان أول دور في حياتها في أحد الكنيسة، الدور هذا اللي حللها الطريق وخليها تلتحق بالإذاعة، وبدأت تقدم كل نهار أربعة في سكتشات بالعربية الفصحى اللي كتبهم لعلي الدعاجي وما أدراك، كما مجنون ليلى وألف ليلى وليلى. عام 1953 تكونت فرقة مدينة تونس للمسرح، وزهرة فايزة كانت من أول الفنانين اللي التحقوا بالفرقة. بعد الراديو والمسرح دخلت للتلفزة، وكان أول لقاء لها مع جمهور الشاشة الصغيرة في برنامج أسرة سعيدة. أما النجاح الباهر كان في رمضان 1968 من خلال سلسلة أمي تراكي اللي التوى ما زالت في بال التوانسة. خفت روح كبيرة ميزتها خليتها تدخل لقلوب التوانسة، الحاجة اللي نجحت السلسلة وخلت المخرج يحولها الفيلم عام 1973. هي بطلة أول سلسلة هزلية كوميدية عرفتها التلفزة. مسيرة أم تراكي ما اقتصرتش على التمثيل كهو في السبعينات، نلقوها كذلك مقدمة برامج. فنانة عصامية التكوين لكنها أبدعت ووصلت للعالمية. عام 58 فنانتنا حصدت جائزة في واحد من أهم وأعرق المهرجانات في العالم، مهرجان كان، بفيلم جحا. هي واحدة من أبرع الممثلات التوانسة. هي سارة برنار تونس كما سماها جورج أبيض. هي مرأة حلمت وتعبت باش حققت حلمتها ونحطت اسمها في التاريخ. توفيت لزهرة فايزة في 1999. الله يرحمك يا زهرة فايزة ويا حسرة على ناس زمان. رمضان زمان ملا فقرة